مشاهدينا الكرام مرة أخرى ومن جديد نحن معكم في المسير من درب الساعي وعبر شاشة تلفزيون قطر مجددا. أهلا بكم. أكيد مشاهدينا نرحب فيكم مرة ثانية، وما زالت الأجواء أجواء الفرح والسعادة وانتظار اليوم الوطني يوم 18 ديسمبر تعم أجواء درب الساعي، أجواء الفرح والسعادة، أكيد أجواء الأدعم، أجواء الأبيض. اسمحوا لنا أعزائنا المشاهدين، محمد نبتدي نرحب بضيوفنا، قدم لنا نفسك وأيضا للمشاهدين من وشنو الإنجازات اللي وصلتوا لها إلينا. أحمد سليطي، رئيس تنفيذ التكنولوجيا في الشركة القطرية للأحياء الضوئية، وواحد متحقي برنامج قطر للقيادات، وحاليا احنا حاليا باقي لنا شهر من انتهاء من هذا البرنامج، وهذا البرنامج يدعم الطاقات القياديه اللي سوف تسهم ان شاء الله في تطوير قطر ودعم الرؤيه 2030. يا مرحبا دكتور احمد، حياك الله معنا. حياك الله دكتور احمد، انت ممن جد واجتهد، وحتى في يعني رساله الدكتوراه الخاصه بك نهجت هذا المنهج حول اداره المشاريع وفق رؤية قطر 2030. هذا أيضا أنا أعتبره أحد يعني أنماط الوفاء لهذه المسيرة، أن تتخصص في رسالة الدكتوراه وأنت تعرف ما الذي تستهدفه. يعني أنا أحييك الحقيقة على الرسالة، بالإضافة إلى جهدك وعملك أيضا. الرسالة هي مركزة على تمكين الأفراد وعلاقة هذا بجودة الأداء في المشاريع الخاصة برؤية قطر والمبادرات الخاصة برؤية قطر. الحكومة الرشيدة ما قصرت، وضعت رؤية، وضعت مشاريع، وضعت مبادرات، وفيه دور علينا احنا كأفراد، في دور على الشركات الخاصة، في دور على المؤسسات. وهنا في هذا البحث نوضح أهمية تمكين الأفراد والهياكل في الشركات الحكومية والشركات الخاصة وإسهامها في نجاح رؤية قطر ومشاريع رؤية قطر. دكتور أحمد، يعني أحد بنود أو أهداف رسالتك هو أيضا التوجه إلى الكوادر، إلى الفرد، نحو تأطير الرؤية المستقبلية على أسس وجذور، صحيح؟ صحيح، لأن اليوم اللي سواء إحنا كنا أفراد أو كل فرد اليوم يساهم في رؤية قطر بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ومساهمة الأفراد هي أساس الوصول للهدف وتنفيذ المشاريع إن شاء الله في أوقاتها، وبالتالي الوصول للرؤية. كيف ممكن أنا اليوم أخاطب الفرد وأقول له أنت أيضا بإمكانك، خارج إطار التنظير وخارج إطار الكلام واللي نحفظه عن أهمية الهوية في البناء المعماري، في الوجه الحضاري، في النهضة للدولة، شو ممكن أقود الفرد دكتور أحمد إلى تفعيل أو ترجمة هذه النظريات في حياته اليومية؟ طبعا اليوم الأفراد جميع بشكل مباشر وغير مباشر يسهمون في تحقيق رؤية قطر 2030. توضيح الركائز الأربع البشرية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية، خلينا نقول اللي عندنا خطة التنمية اللي وضعت ل 2016 فيها تفاصيل وفيها دور كل فرد في المجتمع وإسهامه بطريقة مباشرة وغير مباشرة. احنا اليوم نشوف حتى في الموظف في عمله بدأت تصير فيه علاقة بين رؤية قطر وبين الأداء الوظيفي له، بدأت تصير فيه علاقة وبين ربط بين أهداف الشركات والجهات الحكومية ورؤية قطر، وهذا شيء حسس شوي، بدأ الموظف يحس أهميته وعلاقته في تحقيق. دكتور لو تحدثنا عن شبكة الخطوط العريضة في قطر، في إيش تؤدي، إلى أي نهضة ستؤدي يعني؟ طبعا دور الشركة القطرية للأحياء الضوئية هو بناء شبكة تغطي جميع المباني في الدولة، سواء الداخلية أو الخارجية أو المدن الخارجية خارج الدوحة. اليوم احنا مثل ما احنا عارفين فيه تطبيقات مستقبلية جاية على مستوى التعليم، على مستوى الصحة، وهذه التطبيقات تتطلب سرعات عالية، فتأمين السرعات العالية
وتوصيلها لجميع المباني في الدولة، هذه راح تهيئ الفرد أو راح تهيئ حتى الشركات أن تسابق وتساعد في نهضة الدولة. طبعا اليوم مثل ما عندنا احنا عصب الحياة مثل ما عارفين الاتصالات بالإضافة للماء والكهرباء، يعني شوف كيف الاتصالات دخلت بالإضافة للكهرباء والماء، واليوم قاعدين يتحدثون عن حقوق الإنسان، أن صار أنه الحصول على إنترنت عالي السرعة من حقوق الإنسان أيضا. صحيح. فبالتالي يحق له أنه يحصل على الدعم الصحي، يحصل على الدعم التعليمي. حتى دكتور قبل فترة قريت أن في دراسات قاعدين يسوونها، وأيضا في شركات قاعدة تبادر أن تكون شبكات الوايرلس الإنترنت يعني تكون مجانا وأيضا على منطقة العالم ككل، بحيث أنه يوصل حتى للدول الفقيرة الدول النامية اللي مو قادرة توفر هذه الخدمة للشعب أو للمواطنين. يعني هل الحين الحزمة العريضة راح يسرع من عملية الانتشار أو أيضا حتى الازدهار اللي احنا فيه؟ يعني احنا عندنا ترى بعض النماذج في بعض الاماكن العامه متوفر الانترنت، اكيد كرنش الدوحه يعني بعض الحدائق العامه. هو طبعا بناء الشبكات الالياف الضوئيه هذه هي طبعا البديل للشبكات النحاسيه القديمه، لان بالالياف الضوئيه يتم نقل المعلومات عن طريق الضوء بسرعات لا نهائيه او بسرعات الضوء. فمبادره يعني من حكومتنا الرشيده أخذت الحكومة مبادرة إنشاء شبكة مشتركة تخدم جميع القطاعات في الدولة، وأيضا تخدم المشغلين الحاليين والمشغلين المستقبليين، والهدف من ذلك تقليل الازدواجية على أساس أنه ما يكون فيه أكثر من جهة تبني شبكة اتصالات في نفس الوقت، وبالتالي يتم الاستثمار في مكان واحد بدل ما يكون استثمار في أكثر من مكان. والهدف من ذلك ايضا الوصول الى جميع المباني بغض النظر عن الجهات الربحيه ولا المناطق الربحيه مقارنه بمنطقه الى اخرى، وبالتالي في نفس الوقت ايضا نغطي الاحتياجات الامنيه ونغطي الاحتياجات التعليميه والصحيه في الدوله. كل هذه المشاريع الحقيقه ما هي الا خطوات تصب في طريق مسيرنا للنهضه والنهضه الشامله وفقا لرؤيتنا. الدكتور لو يعني انا اعتبرني مشاهد، يعني ابي اعرف شنو مركز القيادات اللي ذكرته في بدايه يعني بدايه الحلقه، يعني شنو يمثل مركز القيادات بالنسبه لي انا كمشاهد او كقطري؟ يعني ان مركز القيادات تم تاسيسه من قبل سمو الامير حفظه الله بهدف تطوير وبهدف تطوير الطاقات القياديه الموجوده في قياداتنا الحاليه والمستقبليه. اليوم مثل احنا عارفين عندنا نمو اقتصادي كبير صاير وعمراني بسبب المشاريع الكبيره وبسبب الفعاليات الجايه، وعدد السكان عندنا يعني يكاد يكون محدود، وهذا احد التحديات اللي تواجهنا صراحه. فالتركيز على الطاقات القياديه والاستثمار فيها في الفتره هذه ورفع من كفاءتها راح يساعد فيه الوصول للهدف إن شاء الله وتحقيق الرؤية وتحقيق إن شاء الله المشاريع الخاصة به الفعاليات الجاية مثل كأس العالم 2022. لو يعني هل خطط التنمية في قطر خلينا نقول ما قبل 2022 وأيضا ما قبل رؤية قطر 2030 جعلت من قطر وجهة استثمارية للمستثمرين عبر العالم؟ والله لا شك في ذلك ان استضافه كاس العالم يستقطب الشركات الكبيره الاقليميه والعالميه، والمستفيد الاكبر منها ايضا الشركات المحليه. بتقول لي شلون الشركات المحليه اليوم في مشاريعنا مشاريع 22 ولا مشاريع رؤيه قطر تركز على الشركات المحليه واعطائها الاولويه واعطائها ايضا الفرصه فيها دخول مع الشركات الكبرى، ويشترط في الشركات الكبرى أن استخدام أيضا الشركات المحلية. هذا سيدعم الشركات هذه بحيث توصل للإقليمية وتوصل للعالمية بعد ذلك. فالعائد الاقتصادي مش فقط على خلينا نقول النمو الاقتصادي للدولة، بل أيضا على الشركات الخاصة. القطاع الخاص حكومتنا الرشيدة دائما يعني وضعت خطط لتطوير هذا القطاع الخاص،
ومن ذلك ايضا عندك المشاريع 2022 طيب دكتور، بما انك ذكرت المشاريع، هل هذه المشاريع فقط ل 2022؟ يعني هذه نقطه لازم نبينها ايضا للجمهور. طبعا قيادتنا الرشيده لما وضعت خطط استضافه كاس العالم 2022 وضعت دمج في الخطط بين الاثنين، بين رؤيه قطر وبين مشاريع 2022. ولهذا من الأهمية بمكان ان الواحد يركز على الاثار او ندقق على 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 التاثير الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وبالتالي ربطه برؤيه قطر. احنا في النهايه راح ايش راح نحصل عليه؟ راح نحصل على ارث للمستقبل والاجيال القادمه، وهذا اللي ما يتم توثيقه اليوم ويتم تاسيسه من خلال هذه المشاريع. فالعائد فقط يعني اليوم اللي قاعدين نصرفه ولا اللي احنا قاعدين نستثمره ليس فقط لكاس العالم، لكن هذا يتماشى مع رؤيه قطر، يتماشى مع تحقيق ارث في وجهه اكبر يعني إرث من للاجيال القادمه. نعم. يعني لعلي انوه دكتوره ان بعض هذه المشاريع مستوحاه من التراث القطري، يعني عندك مثلا الاستاد اللي راح يبني ان شاء الله في الخور، هو عباره عن بيت شعر على يعني اذا تصلح لي دكتور. ايضا في مشروع معظم المشاريع نعم يعني هي اغلبها ماخذه الطابع التراثي العريق، وتم تم خلينا نقول تصورها على انها مشاريع اكبر كاستاد او كملعب رياضي. هذا الربط بين رؤيه قطر والمحافظه على الهويه ومشاريع كاستضافه كاس العالم. الهويه لو تلاحظ موجوده في اغلب المشاريع، محافظين على هويه الرؤيه، على هويه قطر، على هويه الرؤيه، والهدف الرئيسي الفرد، الهدف الرئيسي المواطن القطري، وايضا الاستثمار والاخذ الاعتبار الارث القطري في النهايه. هو الجميل اخوان هذا الارث وهذه الهويه التي نتحدث عنها والبصمه، نحن ايضا نستطيع ان نصدرها وتصبح مطمع ومطلب للاخرين اللي يشاركونا ايضا احترامنا لثقافتنا وهويتنا. معنا اليوم بمناسبه احتفالاتنا باليوم الوطني سعادة السفيرة الأمريكية دانا سميث. سعادة السفيرة الأمريكية ممن يعني حرصوا على إقامة التواصل مع هوية وثقافة المجتمع القطري في مناسبات متعددة، سواء كان بفوزنا، تهنئة فوزنا بكأس الخليج، استخدامها للغة العربية، لبسها للأدعم والأبيض، وتهنئتها أيضا لقطر وأهلها باللغة العربية الفصحى. نشوف ونتابع تهنئة سعادة السفيرة الأمريكية سيدة دانا سميث. مرحبا بكم في هذا اليوم السعيد، التقدم بالتحاني والتبريكات إلى سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني، وإلى حكومة وشعب قطر بمناسبة اليوم الوطني. قطر دولة صديقة وشريكة للولايات المتحدة الأمريكية، وعلاقاتنا الدبلوماسية تعود إلى قبل أكثر من 40 عاما. كل الثقة عن الشراكة بيننا ستصل إلى آفاق واسعة خلال العقود المقبلة. أجدد التهاني والتبريكات لقطر أميرا وحكومة وشعبا، ودام عزك يا قطر. يا قطر يعني كلمات جميلة وترفع من سعادتنا وأيضا من فرحتنا بهذا اليوم اللي نشوف السفيرة الأمريكية دانا سميث تشاركنا بهذه الفرحة، فرحة قطر بيومها الوطني. أن ينصهر الجميع ويحاول يتماهى مع ثقافتك ويتمازج بها، هذا في حد ذاته رسالة حلوة ومهمة دكتور أحمد. هذا يعتبر تميز لما هي تركز على الثقافة وتدخل في ثقافتنا، هذا يعتبر تميز من ناحيته. اليوم تعدد الثقافات والعولمة شفنا فيه ثقافات مختلفة، انك تنخرط في ثقافات اخرى وانك تحاول تستشف الثقافات الاخرى وتدخل فيها، هذا تميز يعتبر.
بالإضافة لذلك إحنا اليوم طبعاً إحنا مقبلين على نهضة عمرانية كبيرة، وأيضاً من الأمور اللي ممكن نستغلها أيضاً هي اللي هو اللي الدولة أيضاً اليوم تسعى لها لوضع آليات لنقل خلينا نقول المعرفة ونقل التكنولوجيا والثقافة. فالآليات هذه فيها استقلال لنقل المعرفة، لنقل الثقافة، لنقل التكنولوجيا، وهذه واحدة من الميزات اللي احنا ممكن ناخذها من النهضة العمرانية اللي صايرة ومشاريع. شكرا جزيلا لضيوفنا الكرام، وكل عام وانتم بخير، وكل عام وقطر بألف خير.